هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟ يختلف حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بحسب الحالة وفيما يأتي تفصيل لذلك، حيث يباح ذلك لمن يملك نفسه ويستطيع ضبط شهوته وعدم تحركها الذي يوقعه في المحظور. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لشهوته، وكان بعض الصحابة يرخص فيها للكبير دون الشاب كابن عباس رضي الله عنه، فلما سئل عن القبلة للصائم قال: أرخص فيها للكبير وأكرهها للشاب، ولكن العبرة في الجواز بضبط النفس والشهوة. أما الكراهية والتحريم في هذه تكون في حق من لا يقدر على ضبط شهوته حتى وإن كانت لا تفسد الصيام، وذهب بعض العلماء من الشافعية على أنها مكروهة كراهة تحريمية، وفي قول آخر أن الكراهة تنزيهية والأولى تركها حتى وإن كان الشخص قادرا على ضبط نفسه وشهوته، ولا فرق في ذلك بين الكبير والشاب، لأن العبرة بضبط تحرك الشهوة من عدمه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية. أما المالكية فكرهوها مطلقا، وهذا الحكم في حال عدم خروج المذي، فإن تبعها خروج للمذي فهو محرم عند الإمامين أحمد ومالك بخلاف الإمامين الشافعي وأبي الحنيفة. ما هو أثر تقبيل الزوجة على صحة الصوم؟ يختلف أثر تقبيل الزوجة على الصيام بحسب الحال، فمثلا أثر الإنزال بسبب التقبيل على الصوم، اتفق العلماء على أن نزول المني سواء كان باللمس أم القبلة أم المعانقة مفسد للصوم، لأن نزوله كان بمثابرة الجماعة. أما أثر المذي، تعددت آراء الفقهاء في أثر نزول المذي بسبب القبلة على الصيام في قولين: المذي مفسد للصوم، وهو قول الحنابلة والمالكية، حيث قالوا إن نزول المذي يفسد عبادة الصيام. أما القول الثاني الذي يقول خروج المذي لا يفسد الصوم، وهو قول الشافعية والحنابلة، فقد قال الشافعية: لو قبل الزوج أو لمس زوجته وهو صائم فأمدى فلا غسل عليه لأنه كالبول. وورد عن الحنفية أن إنزال المذي بسبب القبلة لا يؤثر على صحة الصيام، لأن المذي عندهم ليس بشيء، واستدل القائلون بأن القبلة لا تفطر ولو كانت بشهوة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قال: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت: إذا لا يضر. قال: ففيما؟